ويش ما رحماتنيش على الزعمة، انا غير صغيرة 18 عام. شو قالت لي شوف تكون عندي في تركيا مرحبا ألف مرحبا، بعدا قالت زوينة، قلت لي قطع وأجي عندك. أنا سفيان طالوني مفهمتش، أنا فقدت الأمل فيها، كانت تنعرفها بنت لا عمر دار دري خصيم كذا داك الشيء، ولكن ما صدقش. هي خوتي وقفوا معايا دابا العواشر، دابا رمضان، صيفطوا لي شي حاجه شي بركه نجمعوا فيها باش ناكل. وني ما فهمتش، هضرت معاها صيفط لها داكشي في الواتساب كذا داكشي، وهي تبلوكيني يعني فهمتي، موت نتايا ماشي احساني نتعاوني زعما صحابي كان كذب ولا كذا. صيفط لي الفيديوهات اللي واقعين ليا، الضرب اللي كان وقع ليا، الغيبوبه اللي كنت فيها، بزاف ديال الحوايج ما رحماتنيش على الزعمة، انا غير صغيره 18 عام ما بغاش ترحمني. انا شو قالت لي شوف تكون عندي في تركيا مرحبا الف مرحبا، بعدا قالت زوينه، قلت لي قطع واجي عندي. اما هما فهمتي حيت تشفروا لهم فلوس وكذا الله يحسن العوان، يعني قالت لي تجي تكون هنا نوقف معاك فهمتي يعني، ولكن طالوني ما وقفتش معاك. شحال من واحد طلع على ظهري، شحال من واحد طلع على داري في انستغرام، شحال من واحد طلع على داري في اليوتيوب، شحال من واحد تيقول نعاونوا انسان تبغيها باش يطلع على البوز على ظهري، شحال من واحد. كنت واحد كان يدخل عليا شحال في اللايفات عليا، انا كان يدخل عليا بزاف، كنت واحد ما صيفط لي 100 اورو، ما صيفطها لي 100 اورو. انا ما انا عايش من هذه البلاد اخوت، عطوني حل. واش انا ما كان كريسي، ما كنت كنرزق الناس، ما حتى شي حاجه، شنو علاش بنادم تيجي كيتعرض للضرب كيتعرض بزاف ديال الحوايج. انا اخوتي وقفوا معايا وقفه العز، ماشي انا واخا عييت نقول لكم وقفوا معايا حتى شي حاجه ما عرفتش. ما كتخليونا نريسكيو على خاطرنا، ما كتخليونا نحرقوا على خاطرنا، ما كتخليونا نمشيو للبلدان اللي غنديروا فيهم رزقنا، مشينا الناظور والو، المخزن كذلك الكونتخيغ ديالك كيشدك وكيضربك وكيدخلك الحمله، بيع وشريه كيشدك الحمله كيديو لك هذاك رزقك، تباش في الزنقه كيجيو كينوضوك، ما شنو غادي دير؟ شنو الحل اللي غادي دير في هذه البلاد؟ انا مشيت تركيا، انا مشيت لاسبانيا، انا مشيت شي حاجه عندي ما يدير، انا في دول اوروبا عندي ما نصوفي راسي، انا نصوفي شتوني حطوني تما وتا شي واحد ما يتسوق ليا، عندي ما يدير انايا فهمتي، ابار عندي فرونسي وعندي لونغلي وعندي اسبانيه، المهم غادي نمشي تمايا غادي نعرف ندافع على راسي. انا عندي تما كاينين محسنين، كاينين بزاف الحوايج، ولكن البروبليم اللي واقع بين المغرب واسبانيا وبزاف د الحوايج. انا دابا خوتي بغيتو تساعدوني، رمضان هذا ما ندوزو في الزنقه، الناس تيصوموا على خاطرهم، انا ما عندي ما ندير، انا عندي 18 عام وعايشه في التشرد وعايشه في الزنقه وعايشه في سفيان طالوني مفهمتش، انا فقدت الامل فيها، كانت تنعرفها بنت لا عمر دار دري خصيم كذا داك الشيء، ولكن ما استقش شاف هاد الحاله اللي فيها وشاف كذا وبلوكاك في الواتساب، ما بقاتش انسانيه من الناس تشعر انسانيه. اما اللي صحاب الدومين، صحاب الدومين اللي كتفايلوا بنادم راه غيجي واحد النار وغادي يوقع لك نفس اللي وقع لي انا، واخا يتيم واخا كذا فهمتي. انا راه تنقولك شنو كاين، انا شو ما عندي ما نقول لها، قالت لك تجي عندي تما نعاونك. انا الناس اللي دابا انا راه ما عندي لا مويلا با خوتي لا والو، انا راه باقي عندي عامين ربطتني مي با وحرقوني في يديا، انا 30 من 30 13 عام وانا في التشرد، 10 سنين ديال التشرد، لا اب لا ام لا خال لا حتى حاجه، وانا عاوتاني خرجت من الخيريه ورجعت للزنقه. هما الناس اللي كيتابعوني في تيك توك راه عارفيني، واللي كيتابعوني في انستغرام راه عارفين الحالات ديالي. انا خوتي وقفوا معايا شي حاله دابا، توقف معايا شي محسنين وقفوا معايا بلا ما يقول لي اجي عندي ونعطيك، اللي بغى يعاونني يصيفط لي في كاش بليس، يصيفط لي في وفا كاش، يصيفط لي شي حاجه بلا ما يقول لي اجي عندي ونتلاقى معاك ونعطيك وكذا. انا خويا فلوس كرا تصيفط ليا غادي تقول لي مثلا، تقول لي سير قطع عليهم بيا وسير بحالك تركيا، غادي نمشي نصور لك التيكه ديال الطياره ونقول لك انا مشيت، لا قلت لي كريبي ومن بعد تخبى من هذا رمضان غنصور لك ونقول لك اخويا انا هما فلوسك انا كريش بهم وكذا وكذا، انا عتقش بهم. انا دابا انا في الزنقه حد الان باقي ما فاطر ما والو، واش ما كيبقاش فيكم بنادم، ما كيحش بنادم، ها اللي كيقول لك نعن الله متشبهين النساء وكذا، ها اللي كيسب في الكومونتيرات، ها اللي كيقول انت يا ولد كذا، انا حافظكم حفظتكم، وليت انا كل واحد حافظ كومونتيرات، ما كاينش اللي يقول لك نعاونوا هذا نعتقوه من هذا الشيء، عتقوني من هذا الشيء. انا راه ما كرهتش انا نتعتق ونمشي بحالي من هذه البلاد وندير شي حاجه يعني باش نرجع، شحال نقدر نبقى في هذه الزنقه،
اتقوني اخوتي الله يرحم الوالدين، راه مابقيت قاد على والو. انا قلت لكم المهم المساعده اللي بغاني بعدا يعتقني في رمضان، نتخبى من البرد والشتاء في القصر الكبير في طنجه في الناظور في فاس في طنجه في كازا في ما بغيش، شي واحد يكون بلا ما تقولوا لي اجي عندي حتى نعرفكم غادي تبروفيتو فيا غادي تستغلوا فيا. بنادم اللي بغى يعاونني النمره ديالي نصيفط ليه في كاش بليس، نعطيه السميه والكنيه ياك وصيفط ليه في كاش بليس وغادي نوريه فلوسي فين غادي يمشيو ديالو. انا اصلا معروف المغرب كامل في مواقع التواصل يا اخرى، كاين كازا كاين الرباط كاين سلا كاين طنجة كاين العيون كاين بزاف 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 فاس زيد وزيد وزيد. كيقول لك اجي عندنا غنستغلو غنديرو معاك كذا وكذا، في الاخر نعطيك واحد القيم فهمتي. هذاك الشيء تمشي كتلقى شي تفلى عليك، اما تعرض للضرب اما كذا في مراكش فيما زيد وزيد وزيد فهمتيني. انا بزاف ديال العينات بزاف بنادم عادي ماشي عادي بزاف فهمتيني. انا فهمتي ما بقيتش بمحامل هاد البلاد نعيش فيها بحال هكا. انا اللي بغيت نقول لكم ساعدوني صيفطوا لي في كاش بليس بلا ما تقولوا لي اجي عندي باش ما تستغلوني. رسالتي الاخيره مع الناس اللي داخل المغرب وخارج المغرب واللي طرقت له بزاف ديال المواقع التواصليه، هي خوتي وقفوا معايا وقفوا معايا دابا العواشر دابا رمضان، صيفطوا لي شي حاجه شي بركه نجمعوا فيها باش ناكل. ولا بغيتو كتقطعوا لي تركيا صيفطوني نعتقوني نمشي ندير مستقبلي ومن تما نقدر ندخل الاتحاد الاوروبي ونقدر نعتق راسي. عتقوني الله يرحم الوالدين، مازال صغير ما لقيت باش نعيش. انا دابا في الزنقه في التشرد هذه البرد والشتاء، هاياك تصب الله يرحمنا، هاياك تسمعنا والله سبحانه وتعالى هو كيقطع عنا الشتا. انا خوتي بغي يساعدني وقفوا معايا. بالنسبه للمواقع التواصليه ديالي الكعبي اوفيسيال في انستغرام، الكعبي اوفيسيال في تيك توك، وكعبي اوفيسيال في اليوتيوب. دخلوا عندي كتبوا لي من اش واقع، انا كنجاوب كلشي في الكومونتيراج. مرحبا بكم اخوتي وشكرا الناس اللي غادي يوقفوا معايا، والناس انسانيا ماشي استغلاليا مرحبا وشكرا لكم بزاف. وتحيه الناس خارج المغرب وداخل المغرب على حسن التواصل معايا. ان شاء الله النمره ديالي هنا 0673 49 65 36، المواقع التواصليه كعبي اوفيسيال لا في اليوتيوب لا في انستغرام لا في تيك توك. مرحبا والف مرحبا وشكرا لكم جميعا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.